تشاهدون معنا متابعينا الأوفياء من غرائب وعجائب المشاريع التنموية بجهة سوس مساد المظاهرة الطرقية التي يمكن أن أعتبرها واحدة من أصغر المظاهرات الطرقية بالمغرب، إن لم نقل بجهة سوس مسا بصفة خاصة. مظاهرة صغيرة جدا وتثير سخرية كل من يمر بمحادثتها، والسؤال المطروح والعريض التي يطرح نفسه بحدة: كيف سمح هؤلاء المنتخبين لأنفسهم بإنشاء مثل هذه المظاهرات الطرقية التي تثير السخرية وتثير العديد من علامات الاستفهام حول فحوى هذه المظاهرة الطرقية التي تعد واحدة من المظاهرات ذات أبعاد سخرية على مستوى عاصمة الفضة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فهذه المظاهرة تتواجد بهذه الطريق الرئيسية على مستوى مدينة تيزنيت كما تشوف معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. شكلها مثير للدهشة وشكلها مثير للسخرية، فيمكن نعتبرها واحدة من المشاريع العملاقة بالمدينة في غياب مشاريع تنموية تنتشل المدينة من التهميش وأيضا الإقصاء اللي كتعيش على مستوى المشاريع الاستثمارية والمشاريع التنموية. فمسؤولي ومنتخبي المدينة ابتدعوا هذه المظاهرات الطرقية كعنوان بارز لما تعيش هذه المدينة السلطانية من تراجع على مستوى المخططات التنموية وأيضا المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تنتشل شباب المنطقة من البطالة وغيرها من المشاريع التنموية التي ينتظرها السكان وأهالي تيزنيت بفارغ من الصبر. لكن المنتخبين كان لهم رأي آخر بأن يبتدعوا هذه المظاهرة الطرقية التي تثير السخرية من خلال هذا الشكل العجيب والغريب لهذه المظاهرة الطرقية. فأنتم كتشوفوا يعني شكلها صغير جدا، يمكن اعتبارها واحدة من أصغر المظاهرات على المستوى الوطني كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء هنا من قلب عاصمة الفضة كما كتشوفوا على المباشر. ثم كتشوفوا كيف تستدير هذه السيارات عبر هذه المظاهرة التي يمكن أن نعتبرها كما قلت واحدة من أغرب المشاريع التنموية، واحدة من أغرب البنيات التحتية على الإطلاق. مظاهرة صغيرة جدا يمكن أن نرى شكلها لتثير السخرية. أنتم كتشوفوا معنا هذه المظاهرة المثيرة للدهشة هنا على مستوى مدينة تيزنيت كما كتشوفوا على المباشر.
أكيد أخويا مختار، هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بحده، كم هي ميزانية هذه المدارة الطرقية أو هذه المشاريع ديال البنية التحتية على مستوى المدينة اللي كما قلت يعني تثير السخرية وتثير الاستغراب حول الفحوى والمغزى من هذه المدارة الطرقية التي كما قلت فهي تعد واحدة من أصغر المدارات الطرقية على المستوى الوطني، لم نقل على مستوى جهة السوس كما كتشوفوا معنا، يعني الشيء الذي أثار دهشتنا واستغرابنا من هذه المدارة الطرقية كما كتشوفوا على المباشر، وهذا الشيء كيبين لك يعني المستوى اللي وصلت له مدينة تيزنيت من حيث المشاريع التنموية ومن حيث أيضا البنية التحتية اللي كتعيش كما قلت مجموعة من المطبات ومجموعة من الإشكاليات التنموية اللي الكل ينتظر إخلاء تنموي حقيقي على مستوى تيزنيت وعلى مستوى الإقليم ككل، وليس فقط هذه المدينة ذات التاريخ العريق، لكن يعني كتشوفوا مع الأسف يعني مشاريع كما قلت مشاريع عملاقة، فبالفعل فهي مشاريع عملاقة. ولو تيست خويا تحية ليك، تنمية انك كحضر بي او ما تورين لما يسوى المهمين الاشكال ما تيقان هو مدن وركترين، هذا كانت تصريحات غايدا يقان تم كريس غايدا يقان المشكل حل مدينة النون مع الأسف الشديد. ف مدينة تحتاج بالفعل إلى إقلاع تنموي وإقلاع اقتصادي حقيقي كما قلت من أجل انتشال المدينة من التهميش وأيضا الإقصاء اللي كتعيش على مجموعة من الأصعدة، لكن مع الأسف فالكل يعني ينظر إلى أن مدينة تيزنيت تعرف تراجع كبير على مستوى المشاريع التنموية والمشاريع الاستثمارية والاقتصادية من أجل أن تستفيد منها الساكنة المحلية مع الأسف الشديد، وهذه هما المشاريع ديال البنية التحتية ديال مدينة تيزنيت اللي كتير السخرية ديال العديد من الزوار وكل من يمر بمحاذاة هذه المدارة الطرقية كما كتشوفوا معنا على المباشر. فقط هذا لايف من أجل أننا نوريكم يعني بعض المشاريع يعني العملاقة بالمدينة كما كتشوفوا معنا على المباشر.